شكرا على هذا السؤال، طبعا سؤال مهم جدا والكثيرين يمكن يتساءلون. مثل ما بينا يعني في السابق ونأكد عليه، بيانات المواطنين محفوظة وفي أيدي أمينة، يتم طبعا تشفير كل البيانات بشكل كلي، فحتى لو واحد يعني وصل للبيانات ما يقدر أنه هو يفتحها إلا من خلال فك التشفير. البيانات طبعا المواطنين اللي ينزلون التطبيق بشكل اختياري يتم مقارنتها مع الحالات المصابة آليا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل ما ذكرت، ويتم تطويرها. يعني مثل ما قلنا يقاس الشخص إذا كان في سيارة والله مثلا يمشي أو كذا، يتم أخذ فقط النقاط الدقيقة اللي فيها اختلاط حقيقي بشكل آلي، وبعدين من النتائج يعني لو عرفنا حالات مصابة والتطبيق طلع مخالطين لهم، نغير يتم تغيير القواعد الموجودة في البرنامج بحيث أن يتم تطوير تقنيات من خلال الذكاء الصناعي. فبالتالي ما في أحد يطلع عليها، يعني ما في موظفين أما في غرفة العمليات أو في أي مكان عنده أي نوع من اطلاع البيانات الموجودة. وإحنا طبعا بينا هذه في التطبيق، موجود نص قانوني أن البيانات كلها محفوظة بشكل سري وما يتم اطلاع أحد فيها. وإضافة لذلك مثل ما قلت يتم مسح هذه البيانات بعد مرور فترة وانتفاء الحاجة لها، وبدأنا فعلا في مسح هذه البيانات. فأكد أن يعني خصوصية البيانات محفوظة، أما ما هم اللي عليهم بشكل إلزامي يتم متابعته فقط للجهات المختصة قانونا في غرفة العمليات، يكونون بمتابعتهم وعندهم اطلاع على البيانات، لأنهم وفق القانون ملزومين بالوجود في مكان الحجر وعدم الخروج منه حفاظا على سلامتهم وسلامة أهلهم.